وقع انفجار شديد القوة في مدينة الرملة وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في مصنع تومير لصنع محركات صواريخ. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الانفجار لم يسفر عن إصابات، وأفاد شهود عيان يقطنون بالقرب من المصنع بأنهم شاهدوا تصاعد نيران في منطقة الانفجار، وقام عدد منهم بتصويره. ووفقا لموقع صحيفة هارتس الإلكتروني، فإن الانفجار نجم على الأرجح من جراء خطأ المسؤول عن التجربة في تقديره قوة ضرره.